يبدأ حكايته بالجملة السحرية التي حركت دوماً مخيلة الأطفال. كان يا مكان بقديم الزمان. يعرف عن نفسه بأنه حكواتي فلسطيني. مهمته نقل الحكاية من جيل إلى جيل. وهو من قلة يعملون في هذا الفن الشعبي. دوري كحكواتي أن ننقل هيدي الحكاية من جيل إلى جيل لحتى ما نحرم هيدي الناس من الحكاية، من نوع فيها، من عدل فيها، بنخليها تكون قريبة لإلهم، وما منكون ما مناخد دور الواعظ أو الحكيم اللي أنا بعلهم بخبرهم الحكاية وبقول لهم فهمتوا؟ يعني اللي بيسرق بفوت على النار. لا، لو قدر لخالد أن يعود به التاريخ إلى ما قبل العصر الإسلامي لكان اسمه السامر. في العصر الأموي كان اسمه القصاص، وفي العصر العباسي ظهر مصطلح المحاكي أو الحكواتي الذي يحمله خالد اليوم. صار يفرق 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 يفرق، شو صار؟ تطور هذا الفن وأدواته، لكنه تراجع منذ نهاية القرن الماضي، وتحاول مؤسسات وجمعيات إعادة الدور لهذا الفن الناقل للذاكرة الشفوية الجماعية العربية بمختلف قضاياها ومنها الفلسطينية. حكواتي هو يعني إذا بدك أضبط شخص أو أضبط حدا أنه ينقل هيدي الرسالة، لأنه بيستخدم الفن، ودائماً الفن في عنده أسلوب مشوق وجميل وجاذب للناس يعني. هنا في هذه القاعة تتعلم مجموعة أصول هذا الفن القديم في محاولة لإنعاشه. يدربهم حكواتي يحترف هذه المهنة في فرنسا، حيث سمي العاملون في هذا الفن المزدهر هناك الحكواتيين الجدد. الحكاية تحمل ذاكرة مجتمع، ذاكرة شعب، لكن ذاكرة متحركة مش ذاكرة متحجرة. عشان هيك انه الحكواتي بيضل ابن اليوم، بيضل يشوف شو اهتمامات اليوم وشو الوضع اليوم وشو بيهم المجتمع اليوم وشو الصورة المستقبلية المضيئة اللي بحاول يتوجه لها. كثر سمعوا سيرة عنترة بن شداد لكن لا مؤلف فعليا لها، وهكذا قصص الظاهر بيبرس تروى وتكتب دون أن يكون لها مؤلف حقيقي. نقلها الحكواتيون طوال مئات السنين، ومعها مئات القصص الأخرى التي لم تدون بعد. يحاول الحكواتيون الجدد اليوم كما يقولون إعادة تقديم هذا الفن الشفوي في محاولة حثيثة للاستمرار في بناء الذاكرة الجماعية العربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.